اضرابك بخميس اضراب. لا اقصد انا حضرتك انا يعني انا بعد ما انتهي من مرحلتك حضرتك يعني ايه الكمين اللي اضرابك ده؟ لا اقصد اتصلت المعلم هل يجوز؟ وطبعا الامر حضرتك ان يكون هناك يوم محدد ليهم ويوم محدد ليهم بس مش اكتر من كده. ده اللي انا بقوله من دلوقتي. انا مش بستعجل انا عارف يعني خدوا يوم خدوا خدوا نص يوم. اه فرضي احنا صار لنا طلبات روحنا. اه ما كملتش فيها. يا انا بقول لحضرتك النهارده الاثنين للاطلاع وباقي القرارات وانا هطرح حالا بتطوير محاضر الجلسات. هم يطرحوا الاربع اتطرفوا الاربع وخلصوا الاربع هتتطرف بعديهم ان شاء الله نبدا لثاني يوم. ما كملناش الاربع يبقى الخميس. ما كملناش الخميس يبقى دور الاربع. ايه المشكله؟ ربع ساعة بعد العصر حوالي بساعة الا ربع او بساعة بالنص لقينا عربيتين كانوا واقفين في وسط احنا يعني احنا واقفين واقفين معانا لقينا واحد طلع قدام واحد رجع ورا والضرب شاف ضرب بساعة ما اشتغل ناس اتفرقت كنا طبعا الناحية دي في الطريق اللي هو الناحية دي في ناس اتفرقت اسمه دي كده وكنا طلعت كده هناك بقى وشنا ايه وشنا للبحر كده وهم بقى ايه ضرب بقى شغال عينك ما تشوفها الا نور. الاخ اللي كان معايا السيد الانصاري دول ضربوا طلقه من اللي هي المطاطه دي بيمد ايده عشان ياخد البتاعه بص لا انا مش شايف خشوني طبعا في الحاله دي خلاص ما يعني احنا ما ساعه ما انا واقف كده شلناه وبعدنا كده وخدته وبعدنا ومشي. متى وقعنا هذا الزلزال؟ دول الكلام ده بالظبط كان المغرب كده. المغرب يوم 28 ساعة ما جت مصطفى 1/2011 نعم. هم مناسبة تواجد في المكان؟ والله يعني أنا راجل موظف عندي أربع عيال أمين معمل باخد 300 جنيه 300 جنيه مش مكمل لكل عيل 100 جنيه أنا أنت كنت رايح الحالة الاجتماعية لا رايح 200 جنيه أنا شايف إن الحالة أنا سمعت إن في الإعلام يقول لك فين يوم الجمعة في مظاهرة حشيدة وفي ناس كتير موجودة قمت أشوف الغدوان طبعا انا متضرر لاني انا باخد 300 جنيه، 300 جنيه امين معمل دول يعملوا لي عند اربع ايام. مين اللي اصاب المبني عليه كابتن عبد الانصاري اسمه ايه؟ انا مين اللي اصاب؟ السيد ابراهيم الانصار، انا قلت لك اللي شفته. مين اللي تقدر تحدد مين اللي اصاب؟ والله انا فعلا ما اقدرش احدد لان الطلقه ساعه ما جت